لملعب هزاع بن زايد ارضيه الملعب نفسها مع زميلنا العزيز ايمن مصطفى مراسل قنوات اون تايم سبورتس، يطلعنا على اخر الاجواء والمستجدات في المران الرئيسي. مساء الفل عليك يا ايمن، اتفضل. خيري، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، من هنا من داخل تدريب منتخبنا الوطني الرئيسي طبعا قبل اللقاء الودي الاول امام المنتخب الزامبي، والاستعدادات طبعا تجرى على قدم وساق قبل اللقاء المهم جدا بالنسبه لروي فيتوريا مدير فني برتغالي منتخبنا الوطني. وكلامه في المؤتمر الصحفي لما اتسال عن العديد من الامور المهمه جدا، يمكن من اهمها عن تعدد الخيارات في اكثر من مكان، واذا كانت دي مشكله بالنسبه له اكيد مشكله يتمناها اي مدير فني، لكن اكد ان كل اللعيبه هو بيشتغل معاهم، ان اي لعيب بالنسبه له مجرد ان هو متواجد في قائمه منتخبنا الوطني ده بالنسبه له شرف، وان هو مختار افضل مجموعه لاعبين موجودين في الدوري المصري في الوقت الحالي. فكره بقى المشاركه من عدمها ده امر يرجع للمدير الفني والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. لو اكلمك على روي فيتوريا، واحنا خلاص الوقت المخصص لينا في التواجد في تدريب المنتخب يعني خلاص بينتهي، لكن اقول لك سريعا جدا ان فيتوريا من نوعيه المدربين اللي بيتكلم مع اللعيبه بشكل دايم. شفنا في قبل تمرين الامس لقطه حديثه مع محمد صلاح، نوعيه مدربين اللي ممكن يكون في حته ديكتاتوريه او ان هو مش بيتكلم مع اللعيبه او واخد جنب، دي مش لا تنطبق على فيتوريا تماما. لا، الراجل على طول بيتكلم مع اللعيبه، شوف احتياجاتهم ايه. لعيب زي عمر كمال عبد الواحد كان بيتكلم معاه بعد انضمامه، اشاد بيه بالاداء اللي هو بيقدمه في خلال لقاءات الدوري الممتاز، وطمنه ان يعني ان انا بتابع كل اللعيبه. فدي من الامور الايجابيه جدا المهمه للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. طبعا النهارده التمرين كل اللعيبه متواجده، كان في شكوك احمد سامي عمر مرموش الاثنين دول بالتحديد ان هم ما يكونوش متواجدين، لكن الاثنين متواجدين وكل اللعيبه في حاله بدنيه ومعنويه اكتر من ممتازه قبل لقاء زامبيا الهام. من هنا من استاد هزاع بن زايد اللي بتملا جنباته كلمه معسكر الاشقاء وجودكم يسعدنا، لفته طيبه جدا من الجانب الاماراتي اللي دايما يعني لا يفشلوا في استقبال كل اشقائهم العرب وتنظيم اكتر من رائع هنا في استاد هزاع بن زايد. اشقاء ونفضل اشقاء طول العمر. ايمن مصطفى زميلنا العزيز مراسل قناه اون تايم سبورتس من ارضيه ملعب هزاع بن زايد، بشكرك شكرا جزيلا.